عن بلديتي سيدي عقبة ولاية بسكرة أتحدث، فالمعاناة بهذه الأخيرة فاقت الحدود. إنارة عمومية مفقودة والنفاية بكل مكان، نافورة بدون ماء، وكذلك مشاريع غير مكتملة، طرقات حدث ولا حرج، والخطر الكبير الذي يهدد الجيل الصاعد من طلبة العلم ورواد المدارس، قنوات صرف صحي متهاشمة مفتوحة بجانب وجهة البراءة بمدارس بلدية سيدي عقبة. وفوق كل هذا الافتقار الشديد للمواصلات من أجل التنقلات اليومية. نشد سكان المنطقة الجهات الوصية، لكن صحوة الضمير تغيب من قلوب المسؤولين، حيث قُبل طلبهم بالتهميش المهمل ورفض أصحاب القلوب الميتة زيارتهم ولو لمرة في السنة. بلاد صحابي عقبة تتعرض للموت البطيء، والمسؤولين لا يطبقون حديث الرسول خير الأنام صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وجه سكان المنطقة نداء استغاثة لوالي ولاية بسكرة، يطلبون التدخل الفوري لحل الأزمات والتخلص من الخطر المحدق بالبلدية.